يا هلا والله بالحبايب، معاكم احمد ورجعت لكم بفيديو جديد. والنهارده بقى جايب لكم فيديو اسطوري من صفر نقطه لسحب 3 دولار خطوه بخطوه. والفيديو ده طبعا هينزل بناء على رغباتكم، لان في الفيديو اللي فات كان شرح تنفيذ عروض سحب 1 دولار كل 10 دقائق، والحمد لله الناس عجبها الموضوع والفيديو حصل على تفاعل ممتاز جدا. فعرفت انكم عاوزين شروحات تنفيذ عروض، لذلك النهارده جايب لكم شرح تنفيذ 3 عروض. الثلاث عروض دولت هنكسب من خلالهم 3 دولار ان شاء الله. اللي من ربع ساعة نكون منفذين الثلاث عروض ونسحب الثلاثة دولار قدام حضراتكم. وعلى فكرة عشان ما حدش بس يقول لي العروض صعبة ولا حاجة، لا، العروض اللي انا جايبها لك النهاردة كلها تنزيل وفتح فقط. فبتمنى منك تتابع معايا الفيديو للنهاية، لان باذن الله هتستفاد وهتسحب 3 دولار كل ربع ساعة بالاثبات. فمش عاوز اطول عليك المقدمة اكتر من كده، يلا بينا نبدأ الشرح على بركة الله. وبتمنى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعاوزين يا شباب نوصل الفيديو ده بالذات ل100 لايك، لان الفيديو ده لو وصل ل100 لايك هنزل لكم ثغرة محترمة جدا جدا في الفيديو الجاي. فدلوقتي بقى يا شباب خلينا نتعرف على متطلبات الشرح. طبعا الفيديو ممكن يكون طول شويه، فبتمنى منك تشاهد الفيديو من اول ثانيه لاخر ثانيه، لان الفيديو مليء بالمعلومات المهمه، فلازم تشاهد الفيديو من اول ثانيه لاخر ثانيه عشان ما يفوتكش اي معلومه. طيب متطلبات النهارده ان احنا نحمل الناسخ شيلتر. برنامج شيلتر ده زي برنامج ايسلاند وفون جاجا، تمام، نفس الموضوع. المهم هنشتغل ان شاء الله النهارده على برنامج شيلتر، وهنحتاج بروكسي مدفوع. طبعا في ناس هتقول لي يا احمد احنا معانا فلوس. بص يا شباب، هو البروكسي مش غالي، تقريبا 10 سنت او 20 سنت بالكتير. فمهم جدا ان احنا نشتغل ببروكسي عشان العرض يتحسب لنا بدون اي مشاكل، لان العروض بتاعت النهارده مش هينفع معاها الفي بي ان. وطريقه انشاء البروكسي انا نزلتها لكم حالا على قناه التليجرام زي ما حضراتكم شايفين. صورت لكم فيديو شرح كامل لطريقه شراء البروكسي وطريقه التشغيل، وزي ما حضراتكم شايفين ضفت لكم كل اللينكات المطلوبه على قناتنا على التليجرام. فان شاء الله في وصف الفيديو ده هسيب لك لينك قناتي على التليجرام عشان تبدا اللي انت هتدخل تشوف الشرح ده وتشتري البروكسي بدون اي مشاكل، تمام كده. طيب خلصنا من موضوع البروكسي، هنحتاج بقى الموقع الربحي اللي هو ايرن ويب، وده الموقع اللي هننفذ عليه العروض باذن الله. واخيرا هنحتاج الموقع ده عشان لما نشغل البروكسي نتعرف على المكان اللي احنا متواجدين فيه. وبكده يا شباب نكون اتعرفنا على المتطلبات اللي هنحتاجها في حلقه النهارده. يلا بقى نبدا في الشرح على بركه الله. اول حاجه شباب هنبدا ان احنا نشتغل على المحاكي زي ما قلت لحضراتكم، وحاليا احنا جوه المحاكي. هنحتاج طبعا اول حاجه ان احنا نسجل حساب في متجر جوجل بلاي. طبعا طريقه انشاء الحساب في متجر جوجل بلاي سهله، فانا مش هشرحها عشان ما اضيعش وقت حضراتكم. بعد ما تنشئ الحساب هتبدا بقى ان انت تتصل بالبروكسي زي ما حضراتكم شايفين. انا متصل بالبروكسي اهوت، ودلوقتي بقى هبدا اتاكد من حاجه مهمه جدا، وهي المكان اللي انا متواجد فيه او الاي بي. فخلينا كده ندخل على الموقع ده. طبعا ان شاء الله جميع الروابط اللي هتحتاجها هسيبها لك موجوده في وصف الفيديو. زي ما انتم شايفين هنا بقول لي انت متصل بدوله امريكا، وتحديدا سيرفر نيويورك. وفي حاجه مهمه جدا لازم تعملها، طبعا انت اتعلمتها في الشرح اللي فات، اللي هي تغيير وقت الجهاز بتاعك على وقت السيرفر. يعني حاليا احنا متصلين بسيرفر امريكي على ولايه نيويورك، فهتبدا ان انت تغير وقت الجهاز بتاعك على ولايه نيويورك. وانا طبعا شرحت لك الموضوع ده في الفيديو اللي فات، لو انت عاوز ترجع للفيديو اللي فات ارجع عشان تعرف الطريقه. وطبعا مهم جدا ان التليفون بتاعك برضو يكون على وضع الطيران. فدلوقتي بقى هنبدا ان احنا نروح على الموقع الربحي عشان نبدا ان احنا ننفذ العروض. وطبعا الموقع ده انا شرحته قبل كده، وان شاء الله لينك شرح الموقع بالكامل هسيبه لك موجود في وصف الفيديو. خلينا اول حاجه نشوف عندنا كام نقطه في الحساب. زي ما حضراتكم شايفين الحساب جديد، في 0.04 نقاط اللي هي الهديه بتاعت تسجيل الدخول. دلوقتي بقى خلينا نبدا في شرح العروض. هننزل لاسفل الصفحه ونيجي على شركه ادسنت ميديا. طبعا شركه ممتازه جدا ودي اللي هنشتغل عليها باذن الله. طيب خلينا ننزل للاسفل عشان نشوف اول عرض معانا. زي ما شايفين اول عرض معانا هو عرض التيك توك. طبعا هننفذ عرض التيك توك اللي بيدي 2 دولار في الشركه ديت. فهنا هنبدا ان احنا نضغط على العرض، ومباشره هيبدا يحولنا لمتجر جوجل بلاي بدون اي مشاكل. زي ما حضرتك شايف التحويل فوري وبدون اي مشاكل. وفي ملحوظه مهمه جدا، طبعا قبل ما تضغط على كلمه تثبيت وتحمل برنامج التيك توك لازم تتصفح في الصفحه دي شويه، يعني لازم تتن واقف في الصفحه كده تقريبا دقيقتين عشان العرض يتأكد معاك. فمهم جدا انك تقف دقيقتين، بعد كده تضغط على كلمة تحميل وتنتظر لحد ما التطبيق يتحمل معاك. بعد كده هنبدأ برضو ننتظر شوية قبل ما نفتح التطبيق. فبعد ما انتظرت شباب تقريبا دقيقتين هبدا ان انا اضغط على كلمه فتح وافتح تطبيق التيك توك بدون اي مشاكل. هنا التطبيق بدا يفتح معايا، بيقول لي انشئ حساب، فهنضغط على كلمه كونكت وجوجل وابدا انشئ الحساب عن طريق جوجل.
زي ما حضرتك شايف يا صديقي، هنا بيقول لي حدد تاريخ الميلاد، فهبدأ ان انا احدد اي تاريخ ميلاد. بعد كده اضغط على كلمة نيكست، هنا طبعا بيقول لي اكتب اسمك، هنبدأ ان احنا نكتب اي اسم. بعد كده نضغط على كلمة كونفيرم، وهنا نحدد اي اهتمامات ونضغط على كلمة نيكست، وهنا طبعا بيبدأ يفتح لي الواجهة الرئيسية الخاصة بتطبيق التيك توك. مطلوب منك هنا بقى انك تشاهد فيديوهات لمدة 5 دقائق، يعني حاول على قدر الامكان انك تخليهم 7 دقائق كمان عشان تضمن احتساب العرض. فبعد ما شاهدت الفيديوهات يا شباب، هبدأ ان انا اخرج وهرجع للموقع مرة تانية واشوف هل الموقع احتسب لي النقاط ولا لا. لحظات، هنا الموقع بيحمل معايا. تمام، خلينا نشوف عدد النقاط. زي ما انتم شايفين حاليا العرض حسب لي بدون اي مشاكل، وبقى معايا نقطتين فاصل 14 اللي هما تقريبا 2 دولار، فدي حاجة ممتازة جدا. خلينا ننزل لنفس الشركة عشان اوريكم برضو اثبات الاحتساب من داخل الشركة. زي ما حضراتكم شايفين ده اثبات الاحتساب، هو عرض التيك توك اتحسب لي بدون اي مشاكل. طيب خلينا نخرج من الصفحة ديت، هندخل للشركة مرة تانية. لحظات يا شباب، لان النت بصراحة بطيء جدا. المهم هنلف الشريط اللي في الجنب ده ونضغط على اختيار موبايل ابس، بعد كده ننزل لأسفل الصفحة شوية. ثواني هوريكم العرض المطلوب. زي ما حضراتكم شايفين ده العرض المطلوب، هيدينا تقريبا 0.90 نقطة. فهنا هنبدأ نضغط على العرض ونفتحه، وزي ما انتم شايفين التحويل فوري لمتجر جوجل بلاي. طبعا قبل ما تحمل العرض برضو حاول تنتظر يعني دقيقة في الصفحة كده قبل ما تحمل العرض، بعد كده تضغط على كلمة تثبيت وهننتظر لحد ما اللعبة دي تتحمل معانا. وزي ما حضراتكم شايفين هنا اللعبة اتحملت معايا بدون اي مشاكل. طبعا العرض ده عبارة عن تحميل وفتح فقط، فالمهم هنبدأ اللي احنا نفتح اللعبة وننتظر فيها تقريبا 2 او 3 دقايق، وان شاء الله العرض هيحسب معانا بدون اي مشاكل. زي ما انتم شايفين هنا اللعبة فتحت معايا، هنبدأ اللي احنا نضغط على كلمة التسجيل عن طريق جوجل. بعد ما سجلنا في اللعبة هنبدأ بقى اللي احنا نخرج منها بشكل عادي. طبعا انا اتصفحت في اللعبة لمدة 3 دقائق ولكن سرعت الفيديو عشان ما اطولش على حضراتكم. المهم هنرجع للموقع بشكل عادي ونبدأ اللي احنا نشوف الاحصائيات. زي ما انتم شايفين بالفعل العرض احتسب لي بقيمة 0.91 نقطة. طبعا هنا عدد النقاط محدثة معايا، فخلينا نعمل تحديث او اعادة تحميل للصفحة كده. تمام، لحظة واحدة، بعتذر جدا شباب لان النت فعلا ضعيف. المهم خلينا نشوف عدد النقاط، وزي ما انتم شايفين بقى معانا 3.05 نقاط. فخلينا اوريكم اثبات الاحتساب من داخل الشركه عشان بس المصداقيه، وبعد كده هننفذ عرض ثالث باذن الله. زي ما انتم شايفين هنا العرض اتحسب لهوت بدون اي مشاكل، وده اثبات الاحتساب من داخل الشركه. دلوقتي بقى خلينا نيجي على شركه اد جيم، دي هننفذ فيها عرض بسيط جدا، تنزيل وفتح فقط. هنبدا ان احنا نفتح الشركه قدام حضراتكم، بعد كده هنبدا ان احنا ننزل للاسفل شويه وهنيجي على العرض ده. شباب هنا مطلوب مني تحميل وفتح فقط، فهنبدا نضغط على العرض مباشره، هيحولني لمتجر جوجل بلاي. زي ما حضراتكم شايفين حولني مباشره على متجر جوجل بلاي، فكل اللي هنعمله ان احنا هنضغط على كلمه تثبيت ونحمل اللعبه. بعد ما حملنا اللعبة هنضغط على كلمة فتح ونبدأ اللي احنا ندخل للعبة. طبعا اللعبة هتفضل تحمل معانا لحد ما تدخل للواجهة الرئيسية. المهم انا هسرع لكم الفيديو عشان ما اطولش على حضراتكم، فكل المطلوب منك فقط انك تتخطى المستويات ديت. بعد ما اتصفحنا شوية في اللعبة شباب، هنبدأ اللي احنا نخرج منها بالشكل ده ونرجع للموقع مرة تانية. خلينا كده ندخل للموقع ونشوف هل حسبت لنا النقاط ولا لأ. هنيجي كده على الثلاث شرط اللي في الجنب، وزي ما انتم شايفين بالفعل النقاط بتاعتنا اتحسبت بدون اي مشاكل. خلينا برضو نرجع لشركه اجيم ونشوف اثبات الاحتساب. هنيجي كده على الثلاث شرط اللي في الجنب ونضغط على كلمه ريورد. تمام، ونضغط على كلمه كومبليت، وزي ما انتم شايفين ده العرض اهوت ومكتمل بدون اي مشاكل. فزي ما انتم شايفين ده برضو اثبات الاحتساب من داخل الشركه، عشان محدش يقول لي يا احمد انت ضيف نقاط او عامل اي حاجه. لا، زي ما انتم شايفين كل حاجه بالاثبات قدام حضراتكم. دلوقتي بقى خلينا نعمل طلب سحب، هنيجي نضغط على علامه الهديه اللي في الاسفل ديت ونختار الباي بال، بعد كده ننزل للاسفل ونختار سحب 3 دولار ونضغط على كلمه كومبليت. تمام، هنا بيقول لي اوردر باي بال 3 دولار، هنضغط على الهديه بتاعتنا ونضغط على كلمه اوردر ريورد، وزي ما انتم شايفين كده تم تأكيد الطلب بنجاح.
خلينا نعمل ريفريش للصفحة كده، وزي ما انتم شايفين تم خصم النقاط اهوت. وبإذن الله شباب أول ما السحب يتوافق عليه هبدأ برضو أظهر لكم سكرين كده من حسابي، وزي ما حضراتكم شايفين هنا طلب السحب اتوافق عليه بدون أي مشاكل ووصلنا طبعا الكود اهوت. فدلوقتي بقى هنبدأ اللي احنا ناخد الكود ونبدأ اللي احنا نعمل له لاصق في المتصفح. هيبدأ يفتح لي بالواجهة ديت، هنضغط على أنا لست برنامج روبوت، بعد كده نضغط على كلمة سبميت، وانا طبعا فتح لي الصفحه ديت. هنا بيقول لي الكود بتاعك مشحون ب 3 دولار، وبيطلب مني ان اكتب اسمي وبريدي الالكتروني على البيبال، واضغط على انا لست برنامج روبوت، بعد كده اضغط على كلمه سبميت، ومباشره هيقول لي جات لك رساله على الايميل. هروح للايميل، بالفعل وصلتني الرساله، هضغط على الرساله، بعد كده اضغط على كلمه ريديم 3 دولار، وهنا هيفتح لي بقى صفحه تاكيد السحب. هيقول لي ضيف ايميلك البيبال مره تانية. هبدا ان انا اضيف ايميل البيبال، واضغط على كلمة تحويل 3 دولار. هنا طبعا بيقول لي ان الاموال هتوصلك فورا. هنبدأ ان احنا نحدث الصفحة كده. هنا طبعا جات لي رسالة بتقول لي ان الاموال في طريقها اليك، فهنبدأ ان احنا نعمل ريفريش للصفحة مرة تانية، هنلاقي بإذن الله طلب السحب وصل لنا فورا. فمفيش مشكلة، هنبدأ ان احنا نعمل ريفريش مرة تانية، وزي ما انتم شايفين طلب السحب وصل لنا فورا على حسابي في البيبال بقيمة 3 دولار صافي. فبكده يا شباب يكون ده فيديو النهاردة، بتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو. انا عارف اني طولت عليكم، ولكن بتمنى تسامحوني لان بصراحة عاوز اوصل لكم كل المعلومات بالتفصيل عشان محدش يواجهه اي مشكلة. فبتمنى بقى تقدر تعب بلايك وتشارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان تعمل فائدة، واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناة احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.